سلام عليكم احبابي فلذات اجبادي، عاملين ايه؟ نعم، إنها المخدرات. اول حاجه حابب اشكركم ان انا طلبت منكم في الفيديو اللي فات توصلوه 100 لايك، بس رحت انتوا وصلتوه 200 لايك، وكل دوت في 6 ساعات كما قلت، في 6 ساعات. المهم يا شباب، النهارده جايب لكم فيديو جديد وهخش فيه على طول عشان ما اطولش عليكم. النهارده جايب لكم 3 جليتشات جديده في لعبه جي تي اي في، وانتوا اللي عاملين لي منشن على الجليتشات ديت وقلتوا لي هل الجليتشات ديت حقيقه ولا مش حقيقه. فطبعا انا بدل ما ارد عليكم واحد واحد فعملت لكم فيديو فيه 3 جليتشات يا شباب، وان شاء الله كل الجليتشات اللي عملت لي فيها منشن الفتره الجايه كلها هنزلها باذن الله. وقبل ما نبتدي الفيديو ده يا شباب، حابب اقول لك يلا بسرعه دوس لايك على الفيديو دوت، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات. انا ما بقتش عارف انا هوصل لكام في الفيديو دوت، ان شاء الله هيعدي ال 200 واكتر زي ما انتم خليتوا الفيديو اللي فات يعدي ال 100 لايك في اكتر من 6 ساعات، وهو دلوقتي داخل على 300 لايك يا شباب. ويا ريت لو انت مش اشتركت في القناه تشترك في القناه، ويلا بينا. وهنبتدي يا شباب باول جليتشاي معانا النهارده، والراجل دوت بيقول لك ان موجود في المكان دوت على الخريطه اقوى سلاح في لعبه جي تي اي. هل الكلام ده يا شباب صحيح ولا من صحيح؟ هاخدكوا دلوقتي في تجربة، ويلا بينا يا جماعة نروح نشوف الراجل ده صادق ولا كذاب. وبكده يا شباب وصلنا لمكان الجليتشاية الأولى يا جماعة، هي المفروض تبقى هنا. لا اهي اهي اهي، ثواني يا شباب، وصلنا نركن بس هنا العربية بتاعتنا عشان خاطرك ما تتسرقش زي المرة اللي فاتت. المهم يا شباب احنا نزلنا اهو، وصلنا لمكان الجليتشاي الاولى. اعمل لايك بسرعه للفيديو، اعمل لايك قبل ما اوريكم السلاح، اقوى سلاح في اللعبه يظهر دلوقتي يا شباب. هنخش عشان نشوف نجيب اقوى سلاح في اللعبه، لان احنا بص بنعرف نجيب اي حاجه. بص يا شباب اقوى سلاح في اللعبه، طبعا احنا مش معانا اقوى سلاح في اللعبه. بس ايه ده؟ ايه ده؟ يا جماعه الجليتشاي الاولى دي يا جماعه ما جليتشاي لا مؤاخذه يعني، زعلوش مني بس هي جليتشات مؤاخذة يعني، انا عامل الجليتشات دي واحد لمؤاخذة يعني. حسبي الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. زعلت مني يعني عشان هو ها يلا بقى، انا دي قلت اهو، يلا بينا ننتقل الجليتشات تانية. وريت تخبطني لايك عشان ما خليتكش تروح على الفاضي تدور على السلاح وهو مش موجود يا ولية يا تخينة. اهو اهو يلا يلا بينا يا شباب للجليتشات التانية. وفي الجليتشات التانية يا شباب اخونا عبود الوحش بيقول ان انت لو رحت المكان دوت على الخريطة هتلاقي تحت المكان دوت بالظبط تحت الكوبري عربية مرسيدس. هل الكلام ده بجد ولا مش بجد يا شباب؟ يلا بينا نروح ونجرب بنفسينا. وبكده يا شباب احنا وصلنا لتاني جليتشاي معانا النهارده، المفروض الكوبري اللي احنا ماشيين عليه دوت تحتيه عربية مرسيدس. انتوا مصدقين يا جدعان؟ ايه انا هركب المرسيدس اخيرا، هخلص من العربيه الفيت. انا بقول لك ايه ده، انا هنزل اكسرها. انا بقول لك ايه، انا اتشقمت من العربيه دي. انا بقول لك انا بجد انا اتخنقت منك، انا هجيب المرسيدس دلوقتي على الحلال، اجيب المرسيدس ومش هعرفك تاني. بقول لك ايه، انا اديها احسن بالشجان عشان خاطر تتفرتك اسرع. يلا بقى اه يلا بقى، عربيه خربانه معايا بقالك 20 سنه، اتخنقت منك. يلا يا عم نروح نجيب المرسيدس. اوعى المرسيدس يا عبود يا وحش يا جامد، انت اللي بتجيب لنا العربية طيب المرسيدس. اشيجش يا عم، اشيجش جميلة جميلة. ايه فين؟ ايه اركب يا ابن العربية، اركب فين وتركب. انا اسف انا اسف انا اسف والله انا اسف انا اسف، يعني بجد مش عارف اقول لك ايه، اموت نفسي اضرب نفسي، انا اروح اموت نفسي اضرب نفسي يعني، اخبط راسي في الحيط اخبط راسي في الحيط اخبط راسي. وبكده يا شباب مفيش حاجة في الجليتشات التانية، واتنصب علينا وكسرت عربيتي اللي فاتت على الفاضي ومش عايزة تطلع اصلا من مكان اهو، المحرك بتاعها تعبان خالص والعربية زعلانة مني. يلا بينا يا شباب ننتقل للجليتشاية رقم 3، ويا ريت تكون عملت لايك للفيديو دوت، عاوز الفيديو دوت يوصل ل 200 لايك. انا طلبت منكم المرة اللي فاتت توصلوني 100 وسمعتوا الكلام، المرة دي 200 يا شباب. وفي الجليتشاية التالتة يا شباب اخونا الوحش هنا بيقول ان انت لو رحت المكان دوت على الخريطة
النهارده بالظبط كده شباب الساعه 9:28 دقيقه هتلاقي برج خليفه. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يلا بينا يا شباب نروح نجرب بسرعه عشان انا متحمس ان انا بعشق البرج ده. رايحين على برج خليفة، رايحين على برج خليفة. وجلت شاية التالتة من أستاذ عبودي الوحش. دلوقتي يا شباب زي ما انتوا شايفين انا اتحركت من نفس المنطقة اللي عبود الوحش حدد عليها، واحنا دلوقتي في تمام الساعة 17:30، يعني فاضل لنا حاجات بسيطة خالص ونلحق الساعة 19:29 دقيقة عشان نلاقي برج خليفة. انا كده يا جماعة مش محتاج اسافر دبي تاني، انا برج خليفة جالنا في لعبة جي تي اي في. يلا بينا يا جماعة عشان نلحق يا جماعة المنطقة بسرعة. 2 hours later. وكده شباب وصلنا يا شباب للمنطقة اللي احنا عايزين نروحها. ودلوقتي الساعة كام؟ اوعى تكون الساعة عدت. الساعة كام؟ الساعة يا شباب 19:09. فاضل لنا ثواني وبرج خليفة يظهر. اظهر يا خليفة. تتريبت تريبت تريبت تتريبت تريبت تريبت. خليفة نفس المكان في نفس التوقيت يا شباب. 9:15 دقيقة. 9:15 18 19 20 21 22 23. اظهر بقى، اظهر اظهر. ايه ده برج خليفة؟ انا حاسس ان هو بدا يظهر. شباب واخدين بالكم؟ واخدين بالكم يا شباب؟ واخدين بالكم؟ 19:26 27 28 29. اظهر وبان عليك الامان. الساعة عندك من 29 ومفيش حاجة ظهرت. بقيت 30 و35. هو في ايه يا جدعان؟ هو ليه محدش بيدينا جليتشاية حقيقية يا جدعان؟ يا جدعان الواحد انا هنتحر، انا قررت انتحر. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعمل وكيل فيك هسيب يا ابني. وي سمك القرش هنا كتير، انا عارف فين سمك القرش. اظهر وبين سمك قرش. وبكده شباب وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا وخلصنا التلات جليتشات. التلات جليتشات طلعوا فيك يا شباب. جاد دام يا شباب، يعني بجد يا شباب كل التيك توك كله جليتشات كذابه ولا ايه؟ يا ريت يا شباب لو في جليتشات تاني تمنشنوا لي عليها علشان خاطر نعمل عليها فيديوهات تاني ونكتشف حقائق الجليتشات ديت يا شباب حقيقيه ولا مش حقيقيه. يا ريت يا شباب توصلوا لي الفيديو دوت، بس انا مش عايز اكتر من 200 لايك على الفيديو دوت زي ما انا طلبت منكم ان انتوا توصلوا لي الفيديو اللي فات. 100 لايك ووصل 100 لايك في 6 ساعات. عارفين يعني ايه وصل في 6 ساعات؟ كما قلت في 6 ساعات. 100 لايك يعني ده ممكن يوصل ل 200 لايك برضك زيه يعني او اقل اكتر، انا ونصيبي يعني. وشكرا يا شباب على المشتركين الجداد، بجد نورتوني. اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي، ويا ريت تكون مشتركتي في القناه وعملت لايك للفيديو دوت حبيب قلبي.